الستات النكديه اللي هي ما وراهاش حاجه غير النكد نكد نكد نكد، في ايه يا وليه؟ في ايه؟ مالك منكده على جوزك عيشته ليه؟ نكد 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 نكد. حرام عليك يا وليه، اتقي ربنا، اتقي ربنا في الراجل، هو مستحمل نكد 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 وبعد كده ترجعوا تقولوا ما فيش وما عندناش وحياتنا وحشه، ما هو من نكد من نكدك وقرفك. جوزك ده تعامليه زي العيل الصغير، لو انت عندك بيبي في قلب البيت تعامليه زيه زي البيبي. ها تهزري معاه وتنخشيه وتلعبيه وتلعبي له في خدوده كده يا حبيبي، والكلام الحلو ده مش نكد وزن في قرف في قلب البيت. داخل من البيت تلاقي قاعده بومه في قلب البيت. ها هو جايبك ليه؟ ها جايبك عشان كده تجددي عليه دنيته وتجددي عليه حياته؟ قومي كده يا وليه اغسلي وشك بصابونه كده من اللي هي كانوا بيغسلوا بيها الحلل زمان ديت، ولا لياتش اي حاجه وكده يخش يلاقيكي شكلك حلو، حسسي انك متالقه ومتجدده في نفسك. ايوه لكن مش انت قاعده له بس بالنكد والقرف ها والمشاكل وجع الدماغ. يا وليه تنصحي بدل ما يروح يجيب لك اللي تنصحك، وبعدين لما يروح يفضفض مع حد ولا يتكلم مع حد يلاقيكي عامله زي المجنونه وماشيه تشدي في شعورك وناكشه شعرك. ها نكد نكد تلمي بدل ما يجيب لك اللي تلمك، وتلاقيه متانجاجيه مع واحده تانيه تيجي لك قهره في قلبك تطبي ساكته ليه؟ عشان منكده عليه عشته ال 24 ساعة، التليفون نكد هنا نكد، ايه ايه ايه؟ نفعك بايه النكد يا ولية غير جابلك غير حلقة الدم في بيتك؟ ها؟ تلمي كده وما دام معاكي راجل غلبان وكويس، ها؟ لما يلاقيكي حلوة عمره ما هينكد عليكي، ها؟ تديله كلمة حلوة، تضحكي في وشه تبتسمي ابتسامة كده تنوري له طريقه بيها، لكن متجوزاه عشان تكشري له ويلاقي بومة قاعدة له، بومة عاملة له رقم 11 في وشك، يا ولية اضحكي، يا ولية ابتسمي، يا ولية بنصحك بدل ما يجيب لك اللي تنصحك زي ما قلت لك قبل كده. خافي على جوزك وخافي على بيتك وخافي على حياتك، كل مره هقول لك الكلمتين دول. بطلي نكد في قلب البيت، بطلي زن وقرف ونز، بيجيبوا الفقر، بيجيبوا ايه؟ بيجيبوا الفقر.